بسم الاب والابن والروح القدس والاله الواحد آمين. لنصلي. نشكرك يا الاب القدوس من اجل محبتك ورحمتك، من اجل ابنك يسوع المسيح اللي ادخلنا في الكنيسه، من اجل هذا اليوم اللي بنحتفل فيه بعيد تدشين كنيسه يوحنا اللاتراني في روما، اول الكنائس في البناء. نشكرك لانك بتجعلنا أعضاء في هذه الكنيسة الكاثوليكية الجامعة. ادينا نعمة إن احنا نعيش العلاقات كبنيان متشابك حتى نكون جسدك اللي بيعلن حبك للعالم حوالينا. بالمسيح يسوع ربنا، آمين. طلب مني الأخ جورج إنه أتكلم بتأمل شوية عن سفر التكوين الإصحاح الرابع عن قايين وهابيل. هطلب منك يا جورج لو ممكن تقرأ لنا هذا الإصحاح من العدد 1 للعدد 16، بعد كده هنتأمل فيه شوية بشوية. ممكن؟ طيب، من 4 من 1 ل 16. بالضبط. وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين، وقالت: اقتنيت رجلا من عند الرب. ثم عادت فولدت أخاه هابيل، وكان هابيل راعيا للغنم، وكان قايين عاملا في الأرض. وحدث بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبقار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه. وقال الرب لقايين: لماذا اغتظت؟ ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفع، وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة، وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. وكلم قايين هابيل أخاه، وحدث إذ كان في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله. فقال الرب لقايين: أين هابيل أخوك؟ فقال: لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟ فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخا إلي من الأرض. فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها، تائها وهاربا تكون في الأرض. فقال قايين للرب: ذنبي أعظم من أن يحتمل، إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض، ومن وجهك أختفي وأكون تائها وهاربا في الأرض، فيكون كل من وجدني يقتلني. فقال له الرب: لذلك كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده. فخرج قايين من لدن الرب وسكن في أرض نود شرقي عدن. ولإلهنا كل المجد إلى الأبد، آمين. يمكن سمعنا النص ده مرات كتير قبل كده، بس حابب قبل ما ابتدي اتكلم اللي يحب يا جورج يقدر يشيل الصوت ويعمل مداخلة ويقول ايه انطباعه عن اللي سمعه ده. يعني اتمنى كل واحد مع النص بتاعه في الكتاب في ايديه هيساعدنا اكتر. ايه رأيك، ممكن نعمل كده ولا؟ طبعا احنا عاملينها كده عشان الناس تتكلم. بالظبط. فأنا أكون سعيد لو الكتاب قدامك وأنت عايز تشارك تقول إيه النص ده بالظبط، فيه إيه، بيكلمنا عن إيه، إيه اللي مسك. يعني لو كل واحد ياخد 2 دقيقة يبقى هايل.
يعني انا اللي لاحظته النهارده في القرايه مثلا، انه لما قايين وهابيل الاثنين قدموا قرابين، ربنا قبل بتاعت هابيل لكن ما قبلش بتاعت قايين. فقايين راح انتقم من اخوه، لان اخوه ملوش ذنب، لكن زي ما تقول هو كان عايز يفش غله، كان عايز ينتقم، كان عايز يبقى ليه رد فعل، فما لقاش ده اخوه. طالما انت ربنا بيحبك وبيقبل منك فانا هقتلك، كأن انا عايز اغيظ ربنا او انتقم من ربنا، بس انا مش هقدر انتقم من ربنا، فهنتقم من اللي ربنا بيحبه. وده ساعات بحس ان احنا في حياتنا بنعمل كده، انه ممكن اروح احقد على انسان ناجح رغم ان هو ده شخص ناجح، يعني انه اجتهد وعمل اللي عليه ونجح وبقى كويس، بدل ما اغير منه واعمل زيه اروح اقول له لا ده وحش، او ده عنده واسطه، او ده كده هوت، لكن ما ببصش ان انا ما قدمتش اللي عليا اعمله، ان انا ما عملتش اللي المفروض اعمله، فرحت انتقم من شخص ملوش ذنب غير انه عمل اللي عليه. سي يا جورج، مين تاني يحب يشارك يا شباب؟ إيهاب عايز تشاركنا بحاجة؟ انا عايز اشارك بحاجة، انه الاول انه سواء قايين سواء هابيل الاتنين هم فكروا انهم يقدموا للرب تقدمة، ومعين في نفس الوقت ان ربنا ما طلبش انهم يقدموا تقدمة، او فكرة التقدمة يمكن دي اول مرة حد في التاريخ انه بيقدم تقدمة للرب. ده جزئية. والجزئية التانية، رد ربنا على هابيل، سوري قايين، قال له لما غضبت ولما أطرقت رأسك؟ يمكن مش عارف، بس هو أكيد ربنا ليه كل الحق إنه يقبل التقدمة أو ما يقبلش، لأن التقدمة بترجع للشخص اللي بيقدمها، هل بتطلع من عنده ولا هو عملها كده طردية انه يقدم زي ما اخويا قدم، فانا اوريدي قدمت تقدمة. يمكن هما دول الحاجتين اللي فكرت فيهم. ميرسي يا إيهاب. مين تاني يا شباب؟ نريمان؟ أي يا أبونا، أنا يمكن شدت انتباهي الآية اللي بتقول لا أعرف أحارس أنا لأخي، بس يمكن أوقات كتير يعني حتى لو كنا بنقدم، نقول لربنا مثلا أنا بقدم لك ده وبقدم لك ده وبصلي وبعمل، لكن يمكن أخويا اللي جنبي أنا مش منتبه، فربنا مش عايز المنظر مثلا إن أنا أقدم أقول أنا هعمل دي لربنا، أنا هعمل دي لربنا، واسيب اخويا اللي هو انا شايفاه وعايش معايا. يعني ميرسي يا نريمان. أنا مش هقول كل واحد باسمه، اللي حابب يتفضل. طب انا شايفة حاجة برضو يا ابونا، اتفضلي. الآية اللي هي فقال له الرب لذلك كل من قتل قايين فسبعة اضعاف ينتقم منه، مش عارفة انا حسيت انه
بالرغم من كل اللي قايين عمله مثلا او الخطية الكبيرة اللي عملها، الى ان ربنا برضو سامحه في الاخر او هيسامحه. مش عارفة اذا كنت فاهمها صح ولا لا. يعني أكيد، لأنه صرخ وبيقول اللي عملته ده لا يطاق، عقابي أشد من أن يطاق. طيب، يعني مش شطارة إن أنا أقول لكم هشرح لكم النص ده وأفهمه لكم، لكن هندخل مع بعض. أتمنى كل واحد قدامه الكتاب المقدس بتاعه وهنمشي لنقدر عليه في النص ده في الوقت اللي ربنا مديهولنا مع بعض. بيقول كده سفر التكوين، انتوا عارفين انه من الاصحاحات، يمكن في المدخل لما اتكلمتوا في البدايات عن الكتاب المقدس وتاريخ كتابته والى اخره، ال11 اصحاح الاولانيين في سفر التكوين اتكتبوا اخر حاجه. وامتى؟ بعد الشعب ما رجع من السبي، يعني من سنة 600 ونازل قبل المسيح. فيعني الشعب فكر والكاتب المقدس فكر كتير عشان يكتبوا بداية للتاريخ بتاعهم، كانوا ملهمين انه يبقى في خلق، يبقى في انسان اول، ويبقى في الامور اللي بتحصل من الاصحاح الاول للتالت، خطية هذا الانسان. وبعد كده بيبتدي الاصحاح الرابع بأولى العلاقات الانسانية بعد خطية الانسان الاول. فبيبتدي يفكر ايه هي اصول الشر في العالم، ليه انسان ممكن يكره انسان، وليه اخ ممكن يكره اخاه. فالكاتب الملهم بيدينا من خلال هذا النص عنصر اساسي في النقطة اللي قال عليها جورج، إنه غضب قايين لما بص على هابيل وغضب عليه. لكن في سؤال أعمق من كده، ليه قايين غضب؟ مدى أدب ومدى أدم؟ وربنا قبل ومقبلش من قايين. طيب تبقى المشكلة فين؟ مين اللي حط المشكلة في قلب قايين؟ ليه المشكلة اتولدت في قلب قايين؟ وهل يا ترى، اسمعوني كويس، المشكلة نحو أخوه اتولدت بعد ما ربنا قبل تقدمة أخوه وما قبلش تقدمته، ولا المشكلة كانت موجودة قبل كده؟ قبل ما ربنا يقول انه قبل او ما قبلش. فاهمين السؤال؟ جورج خلي تليفونك مفتوح علشان نقدر على الاقل اتواصل مع واحد. هل السؤال واضح؟ جورج، مش لا واضح، بس ما كتب من نيوت. هل السؤال واضح؟ بالنسبة لي طيب السؤال واضح. اوكي، تعالوا نشوف من الاول لانه مهم قوي السؤال ده يفضل في قلبنا. هكرره تاني، هل المشكله اتولدت في قلب قايين
بعد ما ربنا ما قبلش تقدمته، ولا المشكلة اتولدت قبل كده؟ خلوا السؤال ده سر في قلبكم، لأنه لو عرفنا الإجابة هنعرف سبب مشاكل اللي قلت عليها الأخ نحو أخوه في كل الأطر المختلفة اللي بنعيش فيها. تعالوا نشوف. طبعا لازم تعرفوا إنه أنتوا بتعملوا حاجة حلوة دلوقتي اللي عجباني خالص، وهشوف قدام شوية مع جورج لو أدخلنا عليها بعض التحسينات نقدر نحطها على الفيس بتاع الكنيسة، الفيسبوك بتاع الكنيسة، عشان آخرين يتمتعوا بيها. بس لازم نشوف مع جورج ومجموعة منكم، يعني الرئيس الفرقة والإخوة الأعضاء والإخوة الضباط، إزاي ممكن نعملها بطريقة والمحتوى عشان نقدر نعرضه على الناس. لأنه اللي بتعملوه ده عاجبني جدا، لأنه بنبتدي بعد مدخل الكتاب المقدس. أنا سمعت اللقاءات اللي عملتوها قبل كده، والنهاردة بتدخلوا أكتر في عمق كلمة الله. فتعالوا نتعمق مع بعض في كلمة الله. لازم مبدأ في الكتاب المقدس، مفيش كلمة أو حرف موجود وملوش معنى. بس عندنا مشكلة مرات في كبتي المعنى، إن إحنا ناخد المعنى. ليه؟ لأن مرات في ترجمات مش مظبوطة أوي الحقيقة. المترجم ياخد معنى من المعاني ويحطه، لكن مهم أوي يكون في إيدينا كلنا وفي بيوتنا كلنا الترجمة الأكثر أمانة. ما بقولش الأمينة 100%، الأكثر أمانة للنص الأصلي في العبري هي النص اللي في إيديا دي، الكتاب المقدس طبعة أورشليم. اللي ما عندوش لازم يبعت يجيبه عشان يقدر يتعامل معاه، لأنه فيها حاجتين حلوين. هتلاقوا فيه شروحات تحت هتساعدنا احنا نفهم النص، وهتلاقوا في آيات على الجنب اللي ممكن من خلال زيارتها وقرايتها بنعمق النص اللي احنا بنقراه، زائد المقدمة اللي موجودة في أول كل كتاب. شوفوا 3 مصادر يساعدونا ان احنا نمشي قدام. عشان كده لما نتعمق شوية في النص الكتابي بتاع النهاردة، طبعا 16 آية كتير بس هنمشي اللي نقدر عليه عشان ناخد الحاجات الأساسية. بيقول كده: عرف آدم حواء امرأته. أول كلمة عرف في العبري بتعني الاختبار الحميمي اللي بيحصل بين الزوج وزوجته في محبة متبادلة. لما نلاقي كلمة عرف في الكتاب المقدس نفكر انه في خبرة حميمية، مش لازم تبقى حاجة جنسية، بس هنا جاية بمعنى انه عرف الانسان وعرف ادم حواء امرأته فحملت، فجاي يخل فيها المعنى الجنسي. لكن المعنى مقصود بيه دايما لما نلاقيها عيار في اي حتة تاني، انه المعرفة دي معرفة اختبارية عميقة جدا. كل واحد بيعرف الآخر. فحملت بنعمة ربنا وولدت بالسلامة وجابت مين؟ أول واحد قايين البكر. قايين معناه إيه يا جماعة في العبري؟ جاي من قنا. وغريب الاسم ده اللي بتديه حواء وآدم لأول ابن ليهم. قنا يعني إيه؟ اقتنيت، أخدته في إيدي كده تحت إيدي وسيطرت عليه بقى بتاعي. ده أول خطر داخل في النص
من غير ما نحس بيه. إنه الإنسان الزوج والزوجة يجيبوا طفل ويحسوا الملكية ده بتاعي، دي أول حاجة موجودة عايز يظهرها النص من خلال المعاني. قد اقتنيت رجلا من عند الرب، خدته ليا ده بتاعي. طيب ما نشوف اللي خدتيه ده هيعمل لك ايه او هيعمل لك ايه. فعادت وولدت اخاه هابيل. هابيل جايه من العبري هافال، وهافال هو لما اي اخت او فيكم بتغلي ميه عشان تحط المكرونه ولا مش عارف ايه، فبتفتح غطا الحله يقوم طالع ايه؟ بخار. بالظبط، تمسكه بايدك كده هتلاقي ايدك تتبل، بس مش هتلاقي محتوى مادي. فالهافال هو ده البخار اللي ممكن تحس بيه لكن مش قادر تمسك المحتوى بتاعه، ده الهافال. فده هافال كويس، ده معنى الأسامي. هابيل كان بيشتغل إيه لما كبر؟ راعي غنم. وقايين كان بيشتغل إيه؟ بيحرس بتقطع. الأرض، يعني يحفر ويزرع، طلع ثمار، كل الحاجات الجميلة دي. فهابيل راعي الغنم وقايين بيشتغل في الأرض مزارع، ده راعي وده مزارع. إيهاب قال إيه؟ أول مرة تظهر التقدمة. فعلا كنص أول مرة تيجي كلمة وقدمة في العدد ثلاثة. بس إحنا قلنا إنه الكاتب الملهم بيفكر بعد كل السنين دي في سنة 600 قبل المسيح على النقطة دي التقدمة، فعنده تاريخ عاشه مع التقدمة وعايز يوضح فين المشكلة مع التقدمة. فاهمني؟ مش انه بيكتب تاريخ حصل من 700 مليون سنة ومحدش شافه، لا ما احناش بنتكلم بيه، بيكتب على خبرة دينية عاشها الشعب فيما يخص التقدمة اللي بيعملها للرب بعد كده للهيكل. فده الموضوع بتاعه. قدم أيين إيه؟ قايين إيه؟ قدم، بيقول كده، اسمعوا الكلمة كويس. قدم قايين من ثمر الأرض تقدمة الرب. في حاجة غلط هنا؟ لا جورج؟ حاجة لا غلط؟ لا طيب يمكن الغلط، يمكن ربنا يلهمنا الغلط في الآية اللي بعدها. قدم قايين من ثمر الأرض تقدمة للرب. أي حاجة، ما قالش من أحسن حاجة يعني. اسمعني، وقدم هابيل أيضا شيئا من أبقار غنمه ومن دهنها. إيه الفرق بين الآيتين يا شباب؟ تعالوا نكتشف بنفسنا. هي في الأولانية جاب أي ثمر، يعني أي حاجة كانت موجودة أداها لربنا، لكن هابيل جاب من الأبقار، يعني من أحسن حاجة عنده مفروض. مش احسن حاجه من ايه؟ بكري، من البكور، من بكور. اوائل الثمار. برافو، شوف ازاي لما نقرا النص كلمه كلمه وناخده كاننا بناكل مثلا في اكله بتعجبك، انت ما بتفتحش بقك وتحطها وتزلطها كده وخلاص. لا، اللي عايز يتمتع باكله بتعجبه يعمل ايه؟ ياخد حته حته ويتذوق ويمضغ ويتمتع بهذا الطعم في فمه
وبعدين يبلعها ويقول ايه الله. لما يكون عندك كاس نبيت بتشم النبيت الاول وبتدوق حتة وتقول الله، وبعد كده المعازيم بياخدوا معاك. هكذا كلمة الله يا إخوة نتذوقها، فلازم نمشي حتة حتة. فاللي بيقوله هنا الكاتب الملهم من الرب إنه قايين قدم من أي ثمار الأرض، من ثمر الأرض، ما قالش من البكور، من أوائل ثمار الأرض، لأنه في تعليم أساسي الرب بيديه في الكتاب هنكتشفه قدام شوية، بس دي أصوله إنه الإنسان مدعو يقدم للرب وفيما بعد للهيكل البكور. لماذا البكور ومش أي حاجة بعد كده؟ لأن البكور الإنسان بيستناها من قلبه أول حاجة. فالرب يقول لك إيه؟ أول حاجة تيجي ما تحطش فيها ضمانتك وتخليها لك، لأ، أول ثمار هي ليا، حط ضمانتك فيا وأنا أديك بعد كده كل احتياجاتك وبزيادة. فدي مشكلة، عشان كده سألتكم السؤال السر اللي خلناه في قلبنا، هي الخطية ابتدت فين؟ لما عرف انه قبل تقدمة اخوه، ولا لما ضمن لنفسه الاول الخيرات اللي تخليه يحس بالضمان لبكره، بكره مش معروف ايه الاخبار، وبعد كده من الموجود بعد ما انا اخد ضماناتي اقدم للرب وللهيكل. فالرب عايز يوضح لنا، الكاتب الملهم عايز يوضح لنا حاجة في علاقتنا مع ربنا، إنه لو عايز يكون ليك ضمان غير إلهك في الأول بيقودك مباشرة إلى ماذا؟ أن ترى أخوك وسيرة حياته وتغضب عليه وتحقد عليه، لأنه ضمانك في الأول حطه في نفسك، في قدراتك، في خيراتك تمتلكها تقتنيها قنيتها هي لي. ثم ما هو عندي بعد ذلك فهو للرب ولهيكله. من هنا بتبتدي خطية هابيل ومشكلته، باردون، خطية قايين ومشكلته. قدم هابيل أيضا شيئا من أبكار، نحط خط تحت كلمة أبكار، غنمه ومن دهنها. فلما عمل كده وقدم أول الثمار اداها للرب، خد يا رب أنا قلبي وضماني فيك، بكرة أنت هتدبر لي الغنم، هتجيب غنم تاني هاخده أنا وأتمتع بيه، بس ليك انت يا رب البكر البكور. مش كده هتلاقوا مثلا في الكتاب المقدس ده شويه ايه؟ يقول لك وكل بكر ذكر فاتح رحم مكرس لله. دايما عايز البكور. حد في العيال، بعد كده غير الشريعه دي وخلاها اللويين، عمل سبت خاص. بس الفكره انه ليه البكور؟ ليه البريميس؟ ليه الاوائل؟ ليه التقديمات من البكور؟ ليه؟ علشان تتعلم يا إنسان يا آدم يا ابن آدم إنه تحط ضمانك في الرب في الأول. فنظر الرب، وده لذيذ، شوف الكاتب بيقول إيه، ما بيعندوش مشكلة يوري إن بناء على تصرف قلبك يا هابي يا قابيل يا قايين، وبناء على تصرف قلبك يا هابيل، الرب بياخد موقف. ايه الموقف اللي بتاخده يا رب؟ انا نظرت لتقدمه هابيل وقبلتها، لانه بيقول لي انت ضماني، ادي البكور انا مش حاطط فيها ضماني.
فقبل الرب ده بفرح ونظر. تصور كده لما تعمل تقدمة للرب وينظر إليها، يعني في قبول، في إعجاب، في أبريسياسيون، أنت ليك معنى بالنسبة له. وبيقول الكاتب إلى قايين وتقدمته لم ينظر. يا إلهي يا إلهي، لما تقدم تقدمة ربنا يعمل وشه عنك كده. يا إلهي تيجي تحضر قداس وعايز تقدمه لربنا وربنا يولي وشه عن قداسك. يا إلهي، طب في ايه وانا عملت يا رب؟ المشكلة قبل كده حبيبي. خلي النص ده ينورنا في علاقتنا بإلهنا كضمان أول في حياتنا. لو كلمة ربنا حبايبي تنورنا ونكون في الحقيقة، يا على النعم اللي هتجيلنا، يا على النعم اللي هتجيلنا، بس نسيبها تنورنا وما نخافش. لو احنا ضعفة وتقدماتنا النهاردة بنحط ضماناتنا في أي حاجة تانية غير ربنا في الأول، ما نخافش النهاردة. المشكلة ما حدش هيحكم عليك، إنه أنت قدام ربنا تكون في الحقيقة معاه عشان تعيش هذه الخبرة اللي عاشها، اللي قالتها الكلمة الأولى في النص اللي هي وعرف الإنسان حواء. وعرف، نقدر نقول جورج، نقدر نقول إيهاب، إيميل، كل واحد فينا الرب من خلال وضع ضمانه فيه، فالعلاقة بتبقى أكثر حميمية. لما الزوجة تقول أنا معتمد عليك في الموضوع ده، يعني معتمد عليك في الموضوع ده، ولا هو يقول لها بس أنا رايح أعمل كده وأنا معتمد عليك في النقطة دي، حاطط ضمانه في إنه هي هتقوم مكانه بتعمل حاجة هو واثق فيها. ده الضمان، ده ربنا كضمان ليا وليك. عشان أقدم التقدمة مش محتاج أقدم بعد ما أحط ضماني في قدراتي وفي دخلي في الأول يبقى ليا، وبعدين اللي يجي بعد كده للرب. لكن البكور هي دائما للرب. فنظر الرب إلى هابيل وتقدمته، وإلى قايين وتقدمته لم ينظر، فغضب قايين. زعلان ليه؟ وانت هو مش فاهم غضبان ليه؟ تفتكر هو مش فاهم غضبان ليه؟ ده غضب وعمل ايه؟ بيقول لي النص كده اطرق راسه، يعني عمل ايه؟ معرفش، لو شايفيني كويس ادي راسي مرتفعه اهي، اطرق راسه يعني عمل كده غضب. راح راسه مزلق كده، بقت راسه على باصص بعينيه على سره بطنه، مش شايف حاجه في الدنيا غير نفسه، راسه مدلدله على نفسه كده. وده بيورينا هذا اللفظ علاقته مش بالرب بعد كده، علاقته بنفسه، دايرة مستديرة هو ونفسه، باصص على نفسه وياخد دايرة، كله ماشي في دايرة بينه وبين نفسه. وغضبان قرفان ليه؟ عشان الرب قبل تقدمة أخوه ما مش تقدمته ومش تقدمته. فغضب قايين واطرق راسه، فقال رب لقايين، يعني دلوقتي هو غلطان ومش حاطط ضمانه في الرب. وشوفوا عظمه الهنا من خلال هذا النص اللي الكاتب الملهم عايز يوريه لنا النهارده، انه حتى لو انت كده يا حبيبي الرب بيبادر اليك وما بيسيبكش في مصيبتك السوداء ومع نفسك وفقط، لأنه إلهنا بيدور على الخاطئين اللي زيي وزيك. هيقول إيه؟ قال الرب لقايين. شوف الرب بيواجه إزاي؟ ما بيروحش يقول له أي كلام كده معسل ولا مش عارف إيه، لا 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 لا، بياخدوا للنقطة الأساسية. حبايبي إيه هي النقطة الأساسية؟ لما غضبت؟ والنتيجة بقى بعد غضبك ليه راسك اتدلدلت على صدرك وبقيت باصص على نفسك وصرت بطنك على طول ليه؟ شوفوا شوفوا الرب ازاي. هل يا ترى الرب قال له كده بصوت عالي بميكروفون؟ انما الكاتب بيفكر في الحاجة الأساسية اللي عايز يوصلها للشعب، اللي هي انه الرب بيدور عليك، وانه الرب لما بيدور عليك
ما بياخدكش يقول لك أي كلام معسول، ولكن بياخدك في النقطة الأساسية، في مخاوفك، في اضطراباتك، في غضبك، في اللي أنت عايشه. الرب واقعي جدا يا شباب. لماذا غضبت ولما أطرقت رأسك؟ فإنك، بصوا بقى الرب إيه؟ يعني بيساعده إزاي يوري له فين مشكلته؟ لأن الإنسان لازم يوعى بمشكلته. يوعى هو قدم إيه؟ هل الأبكار ولا قدم أي حاجة جاية بعد كده؟ هل ضمن لنفسه بعد كده ربنا؟ فالرب يقول له إيه؟ إنك إن أحسنت، لو عملت كويس، أحسنت في إيه؟ في التقدمة. الموضوع هنا التقدمة، فعل هو قدم، تقدمة وقبلت من الواحد ورفضت منك. إنك إن أحسنت في التقدمة بتاعتك أكنت لا ترفع رأسك، رأسك موطية على نفسك عشان أنت ما أحسنتش في تقدمتك. وإن لم تحسن، وده موقفك في التقدمة، أفلا تكون الخطيئة رابضة عند الباب؟ كل قلب ليه باب يا شباب، بيتفتح وبيخش اللي يحب يدخله. حب أدخل الخطيئة في قلبي، ليها باب يخش منه. حب أدخل التفكير في حد بطريقة وحشة، ليه باب في قلبي مش في مخي. فالخطيئة رابضة عند باب قلبك لأنك لم تحسن التقدمة ليا. إليك تنقاد أشواقها. الخطيئة دي اللي هي إيه؟ حط نفسك واعتمادك على الأشياء قبل ما تحط نفسك واعتمادك عليا. ما قلتليش أنا معتمد عليك يا رب. أنت اديتني الثمار الأولى دي، البطيخ والبتنجان والفرامبواز، فخد البكور. لا، خدتهم البيت عندك وضمنت لنفسك، وبعد كده أنا من اللي يجي بعد كده. فالتصرف ده بيقودك إنه الخطية على باب قلبك. وبما إنها موجودة، إليك تنقاد أشواقها. لكن ربنا ما بيسيبهوش في توصيف المشكلة بتاعته وبس، بيديله المفتاح للحل. من هنا ورايح عليك أن تسودها. فهمت الضعف ده؟ عليك إنك تعمل حاجة قصاده، تعمل له دومينيه. تبتدي تفهم إنه ما تقدرش تحط اعتمادك على نفسك وممتلكاتك قبلي. وإن لم تحسن فإنها رابضة عند قلبك، ليت قاد أشواق، فعليك أن تسودها. وقال قايين، يعني بعد الحوار ده بقى كمان مداش اعتبار للفهم اللي هو فهمه من ربنا. بيقول له سود على الخطية اللي واقفة على باب قلبك، نبهه. زي ما بيحصل معايا ومعاك في أي خطية بنعملها، تلاقي في حاجة جواك تقول لي لا ما تعملش كده، حاجة جواك تقول لك لا ما تعملش كده، بس أنت هتعمل. أنت خلاص قررت هتعمل، واقف على باب قلبك وأشواق قلبك منقادة إليها، فمش قادر تمنع نفسك، فتعمل إيه؟ إليك تنقاد أشواقها فعليك أن تسودها. قال قايين لهابيل أخيه بقى، يقول له إيه بقى؟ تعال نخرج نتفسح مع بعض يا هابيل، تعال نروح نتمشى في الحقل شوية. حاضر يا حبيبي أنا جاي معاك أهو. ومشيوا مع بعض، والراجل مش عامل أي خيانة. راح الغضب اللي في قلبه ناطت عليه، بيقول كده وثب قايين على هابيل وقتله. على هابيل أخيه. العلاقات الجسدية والعرقية والدموية
ما بتمنعش ان واحد يقتل التاني. ليه؟ علشان الخطية اللي في قلبي هي اللي بتقودني، مش انا اللي بسودها. فحتى لو اخويا وانا هو ما عمليش حاجة، هابيل عمل لي ايه؟ ما خربش بيته، ما يتمش عياله، ما خدش ممتلكاته، ولم يقل النص انه في اي سوء اظهره. لكن قايين مليان بغضب، لا يفهم من اين ياتي. حتى لو الرب حاول انه يفهمه، يا ابني لا، ده في قلبك في حاجه وعلى بابه الخطيه واقفه، فانتبه، عليك ان تسودها، تسود عليها. لم يسمع، سمع للي في قلبه. طيب ما الرب كمان سايبه حر. واحد يقول لي طب مش حرام ربنا هابيل دوت مش كان يعيش ويعمل خير؟ ليه ربنا ما تدخلش وراح قاطع ايد قايين على الاقل؟ يا الهي، لا لا، يبقى احنا مش فاهمين بقى ربنا خالص. ربنا بيسيب الانسان حر يعمل اللي هو عايزه، بس بينبهه وبيكلمه. لانه الحاجه اللي ما يعملش ما يقدرش عليها ربنا معانا هي، اسمعوا بقول الكلمه دي مره تاني، الحاجه اللي ما يقدرش عليها ربنا معانا هي ايه؟ مين يقول لي؟ هديله شوكولاتايه. مين يقول لي؟ حريتنا. الله الله حريتنا. عليكم، صح، الله عليكم. كنت هقولها يا ابو، برافو عليك، برافو. انا بسمح لك اهو، قدام حريتك ربنا بينحني ويسيبك حر. هتخرب وهتهدم اخوه وابنائه، بيسيبك حر، سيبك حر. وبعد شوية بعد ما قتله الرب راح يقول له أين آبيل أخوك؟ ما الرب دايما بيبادر حبايبي، حتى لو بنغطي ونروح نزني ونروح نفكر أفكار وحشة ونروح نسرق ونروح نخم ونروح نكسل ونعمل بروفيتي من الناس وننزل لهم ونقل بيهم، الرب ما بيسيبناش. الرب بيخرج دايما يدور علينا زي باحث مستمر عن ما بيسيبنيش. مين بيقول ايه؟ اتفضل. لا ده انا باكد على كلامك يا ابونا ان ربنا ما بيسيبناش. انا ما اعرفش ان اياد سايب المايك. اه انت جيتي؟ اه الحمد لله على السلامه، ميرسي. طيب فاذا ربنا بيدور عليك تاني زي ما قالت رينا، بس بيخش لك من اي باب؟ ما انت لازم تفهم عشان خاطر تعمل كده مع عيالك، لانه ربنا بيداجوج، مربي، واذا كلمته بتوضح لينا علشان نقدر نتشبع منها ونصير مثله. لما ابنك يخطأ في البيت يا بابا، انت مش محتاج بس تنزل على امه وتديها علقه سخنه وتديله علقه سخنه، ولا بس نظراتك ليه، ما بتقدرش تضرب دلوقتي طبعا عشان الحكومه والى اخره وممكن يبلغ فيك، لكن بتعمل نظرتك ليه كده نظره قاسيه، نظره بتحتقره، يتهدم الواد من نظرتك. لكن ربنا ما بيعملش كده مع قايين يا جماعه. هو ربنا يعني قابل خطيه قايين دي؟ لا، ربنا بيتالم لهابيل ولدمه، هيقول له بعد كده دم اخوك دوت اللي نزل الارض انا وفيما بعد يسوع بتعمله من دم هابيل الى دم زكريا الذي قتلتموه في الهيكل. ما بطلتش البشريه يا جماعه، لكن المشكله فين؟ ان ربنا بيدور عليك، مش بس بيدور عليك، ده عايزك تعمل حاجه معينه. فبيخش لك عشان عارف هو عايز منك ايه، من النقطه الحقيقيه، ما بيسيبكش تضحكش عليك بكلام وهمي. بيقول لك أين هابيل أخوك؟ لا أعلم، أحارس لأخي أنا؟ كأنه ربنا مش شايف يا قايين، هو أنا حارس لأخويا وأنا مال؟ أنا بتسألني ليه عليه؟
عملت له ايه يعني؟ شفت بعامل العامله السودة دي وتتصرف ازاي قدام ربنا؟ عشان نعرف قلب الانسان بس مليان بايه يا جماعه؟ ده مش قايين بس، ده انا وانت. ربنا يرحمنا، لانه لو ما شفناش نفسنا في الحقيقه احنا مش هنتغير. الشيطان هيكمل يشتغل بينا زي ما هو عايز. الخطيه اللي موجوده وداكنه عند باب القلب دايما اشواق ليها. فقال: ماذا صنعت؟ قال الرب لقابيل بعد ما بيقول له الاجابه، لقايين بعد ما بيقول له الاجابه دي: وانا حارس اخويا؟ قال له: عملت ايه يا حبيبي؟ دم اخوك بيصرخ لي من الارض، فانت ملعون. هتفضل في هذا الموقف ملعون. يعني ايه ملعون يا جماعه؟ نفهم كويس الكلمه دي. يعني مش بيشتموا ولا بي، لا، ملعون يعني ايه؟ مدي مو ديري مال ديري دير دي مال، يعني انت هيتقال عليك كتير حاجات وحشه في الارض كلها، دايما هيتكلموا وحش عليك، انت دايما ملعون. والعكس ملعون ايه؟ بنيره، باركه، مبارك، بيان دير، بنير دير دي بيان، ده العكس، كلموا عليك حلو. ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. طيب مش عايز تشوف الحقيقة؟ أنا هقولها لك حبيبي، بس مش بقولها لك بانتقام وبغضب. واللي يمنع أنك تقول لابنك إيه الغلط اللي عمله في الحقيقة؟ ولا حاجة، لازم تقول، لازم تقول لبنتك الحقيقة اللي أنت عارفها، بس انتبه تقولها بغضب، انتبه، لأن الغضب ده بيخليها ما بتقبلش، ما بيقبلش منك اللي بتقوله، وما بتساعدهوش إنه يشوفه، بيبقى بس مجرد تخريج غضب منك، تنفس عن نفسك، يا فرحتي بيك لما تنفس عن نفسك بس، والولد ما تصلحلوش، اللي هو الأهم، اللي هو اللي محتاج نظرك أكتر، اللي محتاج تدخلاتك أكتر. هشوف الرب إزاي مربي. بيقول له: ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دماء أخيك من يدك، وإذا حرست الأرض، يعني عارف الحقيقة هو عمل إيه وبيقول له عليها، لكن مش بغضب. إذا حرست الأرض فلا تعود تعطيك ثمارها. في نتائج حبيبي، بما إنك حطيت ضمانك في الثمار، طيب هتلاقي مشكلة في النقطة دي. إذا حرست الأرض وابتديت من الأول تاني تشتغل فلا تعود تعطيك ثمرها. وفي كونسيكونس، تائها شاردا تكون في الأرض. أي خطية حبايبي بنعملها ليها الكونسيكونس بتاعتها. ربنا بيغفرها؟ آه طبعًا. لو التجأت للرب يا أختي، لو التجأت للرب هيغفرها. لكن دايمًا في كونسيكونس بتفضل معانا. يعني مثلًا واحد راح زنى، واحد راح سرق، اي خطيه تروح تعترف؟ طبعا الرب بيغفر، انما لسه في حرب في ذهنك مستمره، ومناظر وحاجات غبيه بتألمك كل يوم بعد ما تبت للرب، دي كونسيكونس. وبالك لو هي عيانه ولا انت عيان ولا عندكم مشاكل وتبادلتوها، هتفضل مشاكل، هتفضل الامراض. اذا دايما زي داوود، مش عايز اطول عشان الوقت بيجري، بس عشان نفهم انه من الاول الكاتب الملهم بيعلن انه في كونسيكونس لخطايانا. الخطيه ما هياش لحسه جيلاتي في عز الحر والله جميله، طبعا لحسه جيلاتي جميله، ايس كريم في الصيف رائع، ويا ريت الخطيه تبقى كده، لا، خطيه لها كونسيكونس. تائها شاردا تكون في الارض. فقال قايين للرب: عقابي أشد من أن يطاق. يا إلهي،
أنا اكتشفت فين غلطتي، بس ده كتير عليا، يا رب ارحمني. الموقف ده مهم يا شباب، ده اللي اسمه الندم. لما بتروح تعترف بتشعر بالألم، بتفحص ضميرك، بتعترف، بتاخد قرار بأنه ما تتجنب الفرص عشان تقرر الخطية دي، وبتعمل حاجة اسمها تعويض أو تكفير. دي الخمس نقط اللي بتقول لنا عليها الكنيسة في الاعتراف. فهو بيوصل للمرحلة الأخيرة، عقابي أشد من أن يطاق. ها قد طرقتني اليوم عن وجه الأرض، ومن وجهك أستتر، مش قادر يكون لي علاقة طبيعية بيك كده، وأكون تائها شاردا في الأرض، فيكون أن كل من يجدني يقتلني. ده الواقع اللي أنا فيه دلوقتي بعد خطيئتي، يا رب ارحمني. فقال الرب، يا سلام على رحمة ربنا وجماله لما نكون في الحقيقة بتاعتنا ونشوف حقيقي مين أنا وبعمل إيه. يوم الرب يقول لك إيه؟ فقال له الرب في الآية 15، لذلك كل من قتل قايين 7 أضعاف يؤخذ بسهمه. يعني إيه؟ يعني اللي يجرحك ولا اللي هيضايقك ولا اللي هيعمل لك أي حاجة، بابا أنا هكون معاك وهدافع عنك وهعوض لك 7 أضعاف اللي هيعمله. يعني هدافع عنك. عشان كده عمل إيه بقى الرب بالكلمة دي؟ جعل الرب لقين علامة. اللي هي إيه بقى العلامة دي؟ عارفين التاو اللي هي إيه؟ صليب من غير راس. عارف الصليب يبقى كده؟ عصايتين، واحدة ونص، الحتة اللي فوق دي مفيش، دي التاو. فالعلامة دي كانت موجودة، بيقول لك وجعل الرب لقين علامة على جبينه لئلا يضربه كل من يجده، محدش يقدر يقرب منه، محدش يقدر يهاجمه. وخرج قايين من أمام الرب فقام بأرض نود شرقي عدن. قايين وهابيل حبايبي، في النهاية فهمنا النص 16 آية دول. أتمنى إنه ربنا يدينا نعمة إن إحنا نشوف نفسنا مش في هابيل الغلبان، في قايين، لأن إحنا الموجودين والتجربة والخطية موجودة على باب قلبنا. ويدينا نعمة التوبة ونعترف بخطايانا ونعود إلى الرب في هذا الزمن المجيء، عشان نقدر ناخد حمايته. الحاجة الأساسية اللي لازم نخلي بالنا منها مش إن احنا نعمل الخير، أول حاجة أساسية ناخدها في النص ده ونفكر فيها كويس، الضمان في الله أولا، والعلامة بتعطي الأبكار من أموالك ودخلك لله ولهيكله، حتى تجرب قلبك إن كان يعتمد على الأبكار أم على الله. ونتيجة اعتمادك على الله علاقتك بأخوك بتكون في الحقيقة. آمين.